الأحد قام الرب في مجد باهر، شال عنه الآلام، حطم الموت القاهر، رد الإنسان الخاطئ، ألبسه ثوبه الطاهر. خف جيش العلياء في الأثواب البيضاء، قبل الإصباح شدوا صوت صداح، يدعو الأرض والسماء كي تكرم حي الفادي الظافر. ملك شميون حصل الخلد حينان له، آله قبل قربانه، نترحم علينا بصلاته. مساء الخير للجميع. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أهلنا يا ربنا يسوع المسيح في هذا المساء المبارك أن نسبح قيامتك بقلب طاهر وضمير نقي، ونشكرك مع أبناء البيعة المقدسة، ونمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى السيد الصالح الرحيم الذي تنازل وتجسد برأفته وذاق الموتى بإرادته عن المائتين، ونزل إلى لجة الموت وأبهج التلاميذ بقيامته وأنار الشعوب بنور خلاصه. الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا المساء المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. من يستطيع أن يمدح بحر حنوك يا كلمة الله؟ أي صوت يقدر أن يباركك يا فائقا كل مديح؟ إن كل عقل وكل لسان لأعجز من أن يصف الآيات التي صنعت في يوم أحد قيامتك من بين الأموات. لذلك نهتف مع داود المرتل قائلين: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، تعالوا نسر ونفرح فيه. والآن نطلب إليك أيها المسيح إلهنا أن تمنحنا غفران خطايانا بعطر هذا البخور الذي نقدمه أمامك. أرح المتضايقين، فرج عن المكروبين، رد البعيدين، دبر القريبين، اهد الرعاة، قدس الكهنة، نقي الشمامسة، سامح الخطأ، احفظ الأبرار، اكفي الأيتام، أعن الأرامل، أبعد الثورات، لاش الفتن، أذكر الموتى المؤمنين، أرحهم في الملكوت السماوي. فنعيد معهم العيد الذي لا ينتهي، ونرفع المجد إليك وإلى أبيك المبارك وروحك الحي القدوس إلى الأبد. آمين. هيا نغدو للصلاة والقربان مثل البر إبراهيم، كي نلقى وجه الإله، وجه اللطف في صبح اليوم العظيم.
هاليلويا مجد النعيم يا يوم الرب المنير فيك نشد ندعو فادينا الحنان يا من بالحب الكبير جئت الأرض خلصت بني الإنسان هاليلويا لك الشكران في ذاك اليوم الراهيب يوم تأتي فوق أكتاف اللهيب ديانا للعالمين ربي هبنا أن نلقاك منشدين هاليلويا والقديسين. اقبل يا ربنا هذه العطور العذبة وأهلنا أن نبشر مع الملائكة بقيامتك ونكرز بها مع النساء التلميذات ونفرح مع الرسل الأطهار برخمور ونرفع المجد إليك وإلى أبيك وروحك القدوس من الآن وإلى الأبد. اترحم علي هاي انتون قاضي شتلو ميوتو اترحم علي قاضي شتلو هاي الكون قاضي شتلو ميوتو اترحم علي أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين. يوم العيد تعالى يوم الأحد الفتان من كلبهج تلالى في الملك والإنسان يا سبحان من أعلى الأحد فوق الأيام فيه الإنجيل يتلى والكهنة خدام. قراءة من سفر الحكمة وبارك يا سيد. لذلك صليت فأتيت الفطنة ودعوت فآتاني روح الحكمة ففضلتها على السوالجة والعروش وعددت الغنى كل شيء بالقياس إليها ولم أعادل بها الحجر الذي لا يقدر لأن كل الذهب بإزائه قليل من الرمل والفضة عندها تحسب طيناً وأحببتها فوق العافية والجمال وآثرت أن أتخذها قبل النور لأن رونقها لا يقر لها قرار فأتتني معها جميع الخيرات وعن يديها غنى لا يحصى فسررت بهذه الخيرات كلها
لأنها بإمرة الحكمة، ولم أكن عالماً بأنها أم لها جميعاً، وما تعلمته بإخلاص أشرك فيه بسخاء ولا أكتم غناها، فإنها كنز للناس لا ينفذ، والذين اقتنوه كسبوا صداقة الله، وقد أوصته بهم المواهب الصادرة عن التأديب. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي. وبارك يا سيد. يا إخوتي، أنتم أنفسكم تعلمون أيها الإخوة أن دخولنا إليكم لم يكن باطلا، ولكن كما تعلمون بعد أن تألمنا وشتمنا في فيليبي تجرأنا بإلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثير، ولم يكن وعظنا عن ضلال ولا عن نجاسة ولا بمكر، بل كما اختبرنا الله فأمننا على الإنجيل هكذا نتكلم، لا إرضاء للناس بل لله الذي يختبر قلوبنا. فإننا ولا مرة أتيناكم بكلمة تملق كما تعلمون، ولا بدافع طمع والله شاهد، ولا طلبنا مجدا من بشر، لا منكم ولا من غيركم، مع أننا قادرون أن نكون ذوي وقار كرسل للمسيح، لكننا صرنا بينكم ذوي لطف كمرضع تحتضن أولادها. وهكذا فإننا من شدة الحنين إليكم نرتضي أن نعطيكم لا إنجيل الله وحسب، بل أنفسنا أيضا، لأنكم صرتم لنا أحباء. وإنكم تتذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا، فلقد بشرناكم بإنجيل الله ونحن نعمل ليل نهار لئلا نثقل على أحد منكم. أنتم شهود والله شاهد كيف كنا معكم، أنتم المؤمنين في نقاوة وبر وبغير لوم. نعامل كلا منكم كما تعلمون معاملة الأب لأولاده، وكنا نناشدكم ونشجعكم ونحثكم على أن تسلكوا مسلكا يليق بالله الذي يدعوكم إلى ملكوته ومجده. لذلك نحن أيضا نشكر الله بغير انقطاع، لأنكم لما تلقيتم كلمة الله التي سمعتموها منا قبلتموها، لا بأنها كلمة بشر بل بأنها حقا كلمة الله، وإنها لفاعلة فيكم أيها المؤمنون. والتسبيح لله دائما. هاليلويا هاليلويا، هو ذا اليوم الذي صنعه الرب، تعالوا نسر ونفرح فيه. هاليلويا. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. ومع روحك من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا
الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال لوقا البشير: دخل يسوع إحدى القرى فاستقبلته في بيتها امرأة اسمها مرتا، وكان لمرتا أخت تدعى مريم، فجلست عند قدمي الرب تسمع كلامه. أما مرتا فكانت منهمكة بكثرة الخدمة، فجاءت وقالت: يا رب، أما تبالي بأن أختي تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تساعدني. فأجاب الرب وقال لها: مرتا مرتا، إنك تهتمين بأمور كثيرة وتضطربين، إنما المطلوب واحد، فمريم اختارت النصيب الأفضل ولن ينزع منها برخ موربون. للمسيح يسوع التسبيح والبركة، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركة. الله معكم من جديد. بداية بحب ذكر أبونا جوزيف بكرسي الاعتراف اللي بحب يتقدم من سر التوبة. إنجيل اليوم بهالأسبوع الرابع عشر من زمن العنصرة مش جديد علينا، تقريبا كلنا صرنا حافظينه، إنجيل مرتا ومريم، لدرجة إنه صرنا نقوله مثل شعبي. إذا حدا بده يهت التاني أو يلومه مش عم يشتغل معه ويساعده، بقول هيدي الجملة: صار مرتا مرتا إنك تهتمين بأمور كثيرة، إنما المطلوب واحد. قدامها منستعملها على لسالنا هيدي الجملة تنقدر نفهم هيدا النص، ولا يسوع قدر حكي هيك مع مرتا. بدنا نشوف إطار هيدا النص. هالنص كاتبه لوقا بس انطلق عم ببشر المسيحية اللي تواجد معهم، كانوا من بيئة إما وثنية إما من يهود الشتات، يهود بأورشليم وبالمدن اللي حد أورشليم اسمهم يهود الشتات. لما انطلق لوقا عم ببشر التقى بهيدي الجماعة، كتب إنجيله لوقا. إنما شو المقصود من هيدا النص؟ بيكتب بطريقة دقيقة كتير: دخل إحدى القرى استقبلته في بيتها امرأة اسمها مرتا. من الطبيعي صاحبة البيت بعالمنا الشرقي لما بفوت ضيف لعندهم على البيت بدها تستقبله، هي ما عملت شي غلط. بس شو الغلط بهيدا النص؟ ولا هيك قال لي يسوع؟ مقصود أكيد مش مرتا ومش مريم بهيدا النص، مقصود كل مؤمن كان عم يسمع البشارة اللي عم يبشرها لوقا. أهل البيت يلي هن اليهود، يسوع طلع من بيئة يهودية بس ما عرفوا سمعوا كلمته، ما عرفوا صغيوا لإله. شو عم بقول لوقا بهيدا النص؟ عم بيقول: يا أهل البيت يلي بتعتبروا حالكن عم تخدموا الله، نهار السبت ما بنعمل، نهار الجمعة بنعمل هيك، هلأ منصلي، هلأ منروح منقدم توبة، هالأمور اللي عم تعملوها مش كتير مهمة، في شيء أهم إنكن تسمعوا كلمة الله. وعطى هيدا النص إخوة اثنين، مرتا ومريم، إخوة بالإنسانية، بمعنى أنتوا يا يهود يلي معتبرين حالكم شعب الله وعم بتأدوا عبادة لله، عم تدلكم كتير بعيد عن الله، تلتهوا بأمور كتيرة ما عم تعرفوا تسمعوا الله، لأنه ما صدقوا أنه يسوع مين؟ كلمة الله. بينما المؤمن الحقيقي لازم يصدق أنه يسوع هو كلمة الله، ولا أقدر أعرف شو بده مني الله، شو لازم أعمل؟ لازم أسمعه. أنا بالبيت
إذا بدي أعرف بي شو بده مني، أول شيء لازم أعمل وقف اسمع تعرف شو بده بي، وإلا بدل عم بعمل الشيء اللي أنا بديه. نحن كمؤمنين دعوتنا اليوم بال 2024 بس نسمع هيدا النص تنعرف الله شو بده منا، وتنعرف الله شو بده منا لازم نسمع كلمة الله. حلو كتير نسمع هيدا النص وناخده كشخصية، مشهد مرتا ومريم، بس النص أبعد من هيك، لأنه الضيف اللي فات على هيدا البيت منه إنسان عادي، هو الله. وبس فات الله على هيدا البيت عم بيقول للإنسان مش أنا بدي أخذ منك، أنت بدك تأخذ مني كلمتي. هذه دعوتنا اليوم. نيجي نحن على الكنيسة، صحيح اليوم عم بيقلنا الله عم تجوا على الكنيسة، بس بأي ذهنية تحكوا الله بس أو تسمعوا شو بده منكم؟ منقدس لأنه صرنا معودين نيجي نقدس نهار الأحد أو السبت بهذا الوقت اللي بينسبنا، أو لأنه مؤمنين أنه الله إله حاضر معنا اليوم وبده يقلنا شيء، عم يدعينا لشيء معين. كل واحد منا عنده دعوة من ربنا، ما بعرف أنتوا بتعرفوا. لذلك اليوم بدنا نقول للرب نحن عم نسمعك، قبل ما نحكيك دايما منوصل نحكي، بس هالمرة دعوته لقلنا نكون عم نسمعه. ساعتها هون منكون نحن اخترنا النصيب الأفضل الذي لن ينزع منا، هالنصيب إنه نعرف نسمعه لالله شو بده منا. منكفي قديسنا اليوم على نية بعضنا البعض نكون فعلا عم نيجي على القديس بروح الإصغاء مش بروح العادي، لأنه الكنيسة أبدا منا مكان العادي، هي مكان الحياة. كل يوم منيجي على الكنيسة من هالباب ومنفوت لح منفل بشي جديد معنا، وهذا دعوتي لكم. نوقف تنجدد إيماننا مصدقين ومؤمنين فعلا أنه الله حاضر معنا. نؤمن بإله واحد، آب ضابط كل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إلى حق إلى حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في الدهر الآتي. آمين. دحلت خمر يدبر وبزادك تخالفي، أله قبل قربانه نترحم علينا باصلاته. هللويا قال الرب إنني الخبز المحيي لاتي من حضن الآب قوتا للعالم قابلاني.
حضن العذراء الأم الناقي العذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخصبة صرت فوق المذبح كوتا للبيع هاليلويا وخبز حياة. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم لا سيما الطباوية ولدة الله مريم سيدة المعونات ومار يوسف ومار مارون وجميع القديسين واذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. حبك يا مريم غاية المنى يا أم المعظم كوني أمنا سلام سلام لك يا مريم سلام سلام لك يا بنافور الرسل الاثني عشر المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين. أيها الرب الآب الرحيم القدوس يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية وامنحنا موهبة روحك القدوس وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضنا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد آمين. السلام لك يا مسبح الله السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك سلام لك يا طوبى للسعينا إلى السلام فإنهم أبناء الله يدعو فليكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد آمين. نسجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحما فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد ومع روحك لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا إنها لديك يا الله لنشكر الرب متهيبين ونسجد
نسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب حقا، إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. بك يحيط الكاروبيم والصارفين ويشدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدين هاتفين. قدوس 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 أنت أيها الرب القوي وإله الصباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك العظيم. هوشعنا في الأعالي، مبارك الذي أتى وسوف يأتي باسم الرب. هوشعنا في الأعالي. قدوس 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 أنت اللهم الآب المملوء مراحم، قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، قدوس روحك المحيي. إنك القدوس واهب الخيرات، يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم، وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا. وبيوم هودك دم حشود لي معبد حي، ساب اللحم بيدا وقاضي شوتو وبارخ قاديش وقصو يا بالتلميدا وكدوما ساب خول منه كل خون هونو دحلوف يكون وحلوف ساجية ميتقصي وميتيه حصو يتحوب والحاية تلعلم علمين آمين. وخان عالقوس ودمزغو من حمر ومن مايو بارخ قادش يا بالتلميدا وكدومار سابشتا ومنه كل خون هونو دينيتا موديل دياتك يحداتو دحلوف يكون وحلوف ساقية ميتشد وميتيه حصو يتحوب والحاية للعلم علمي آمين. كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني، ونطلب منك الرحمة والحنان، ونسألك مغفرة الخطايا، فلتشمل مراحمك كلنا. فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان، فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله. وها إن بيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل، ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نسجد، بك نعترف، ومنك نطلب. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهاب ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلين خاشعين. ارحمنا يا رب ارحمنا، وأرسل إلينا من سمائك روحك المحيي، وليرفع على هذا القربان ويجعله جسدا محييا ويسامحنا ويقدسنا. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب، و
وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير، فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن، بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك، لا سيما من أجل آبائنا ورعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي ومار بولس مطراننا وسائر الأساقفة، لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب شعبك القائم أمامك، لا سيما الذين قدموا هذه الكرابين، واغفر لهم ليحيوا دائما في حضرتك بغير لوم، ويعرفوا ما تشبع عليهم من الخير، لأنك الصالح كثير النعمة، نسألك يا رب. أذكر يا رب حكامنا والمسؤولين بيننا وفي العالم كله، ليقيموا العدل ويحلوا السلام، نسألك يا رب. واذكر يا رب الذين أرضوك منذ البدء، لا سيما القديسة والدة الله مريم والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين ويوحنا المعمدان واستيفانوس رئيس الشمامسة والقديس مروقس عيدو وقديس مر يوسف وقديس مر خايل وجميع القديسين. أشركنا يا رب في صلواتهم وأهلنا لنصيبهم، وهب لنا أن نتنعم معهم في ملكوتك، نسألك يا رب. واذكر يا رب الآباء والمعلمين المستقيمين الرأي الذين احتملوا الشدائد من أجل بيعتك وشعبك، وهب لنا أن نقتفي آثارهم بصدق وأمانة، نسألك يا رب. اذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك، لا سيما من انتقلوا في مثل هذا اليوم، الراقدين على رجائك المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم وأرحهم في ملكوتك، لأن واحدا ظهر على الأرض بلا خطيئة وهو ربنا يسوع، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. وحتى يا رب لاهوتك بناسوتنا وناسوتنا بلاهوتك، حياتك بموتنا وموتنا بحياتك، أخذت مالنا ووهبتنا مالك لتحيينا وتخلصنا، لك المجد إلى الأبد، لك المجد إلى الأبد. يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا
لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية، لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. آمين. حنانك يا رب الأكوان إليك رفعت صلاتي، أنا إن أحيا فبالإيمان يشرف معنى حياتي. حنانك يا رب الأكوان إليك رفعت صلاتي، أنا إن أحيا فبالإيمان يشرف معنى حياتي. سمعت نداءك يا ربي يجلجل في أعماقي، صدى يتجاوب في قلبي مع النغم الخفاقي، فسرت بهديك في دربي وبظمأ المشتاق لمنهلك الصافي العذبي أروي به أمنياتي. حنانك يا رب الأكوان إليك رفعت صلاتي، أنا إن أحيا فبالإيمان يشرف معنى حياتي. يروعني صخب البحر
وصوت قصيف الرعود، فآنس منك مع الفجر بفيض الرضا والجود. فيا مبدع الكون من يدري سواك بسر الوجود، فكم فيك يا رب من سر وآيات مذهلات. حنانك يا رب الأكوان إليك رفعت صلاتي، أنا إن أحيا فبالإيمان يشرف معنى حياتي. إلهي إن أدعو فمالي سواك مجيب ندائي، وحين أنوء بأثقالي فلي برضاك عزائي. طرحت مناي وآمالي ولديك وكل رجائي، فأنت ملاذي ومآلي لديك وفيك نجاتي. حنانك يا رب الأكوان إليك رفعت صلاتي، أنا إن أحيا فبالإيمان يشرف معنى حياتي. أيضا وأيضا بك يا رب نعترف التسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا، ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محب البشر ارحمنا. المجد لله أخوتي. توصيات الأسبوع المقبل قديس وجناز الأربعين لراحة نفس المرحومة ميرنا إبراهيم منصور، تقدم الذبيحة الإلهية وصلاة وضع البخور لراحة نفسها مساء يوم السبت الواقع في 24 آب الساعة 6 مساء أكيد بكنيستنا هون. أخوتي شكر كتير كبير لكم وللرعية من مؤسسة أنت أخي، تشكر الكل. آخر مرة كانوا عنا على الباب لموا 51 دولار بالدولار ولموا 15 مليون و531 ألف ليرة لبنانية. بيشكروكم كتير وبيعتبروا هني عطول أنه أنتوا مثل دعم لصندوق. مساء مبارك. الوقت المبارك حلو يكون وقت صمت، كل واحد منا يسأل حاله بأي مسيرة عم يتأمل بالرب، كيف عم يعرف يسمع على الله بحياته على ضوء إنجيل اللي سمعناه اليوم.
نشكرك أيها الرب الإله الآب ونبتهل إليك أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا ولمجد اسمك القدوس وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. أيها الرب يسوع إله خلاصنا، يا من صرت إنسانا لأجلنا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا، نجنا من الهلاك واجعلنا هياكل لاسمك القدوس، لأننا شعبك وميراثك، وبك يليق المجد والوقار مع أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين. إليك الورد يا مريم يهدى من أيادينا، هلمي واقبلي منا عربنا حب أكيد مع تهانينا، أكيد مع تهانينا.